السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 202 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. نكملوا القصة ديال سعد الطيار، ونخدموا دابا أسئلة الفهم والتحليل وأنتج. أفهم أحلل أنتج. نبداو بأسئلة ديال الفهم. رابعا أجيب، نجاوبوا على هذيك الأسئلة اللي كاينة تما. عندنا السؤال الأول، ماذا تمنى سعدان؟ قال سعدان في نفسه، قمت في نصف راحي، ليتني أستطيع أن أحلق في الجو، يعني تمنى أن يحلق، أن يحلق في الجو، شو اللي يتمنى؟ أن يحلق في الجو، واضح؟ ماذا رأى في نومه؟ شنو شاف في النوم دياله؟ رأى أنه بدأ يصنع طائرة، طائرة لنفسه جزءا جزءا، يعني هذا الشيء اللي شاف في النعاس ديالو، بدأ يصنع طائرة، واضح؟ يعني شحال من مدينة داز فوقها حلقة فوق أسعدان؟ ستة، ستة شكون هما؟ بدا باش بدا رباط الدار البيضاء، ثم مراكش، ثم العيون، ثم وادي الذهب، وادي الذهب، ثم الداخلة، الداخلة هي اللي نزل فيها بالطائرة باش يرتاح. إذا ستة ديال المدن شكون هما قلنا؟ الرباط، الدار البيضاء، مراكش، العيون، الذهب، الداخل. ماذا رأى في جنوب المغرب؟ شنو شاف في جنوب المغرب؟ رأى في جنوب المغرب قوافل الإبل، وشاف رمال الصحراء الذهبية، رمال الصحراء الذهبية، وشاف بحيرات الداخلة، بحيرات الداخلة. قالك أين حطت طائرة سعدان؟ حطت في مطار الداخلة. ما الذي أيقظ سعدان من نومه؟ الريح القوية التي حركت أغصان الشجرة التي كان ينام عليها، واضح؟ هذو هما الأجوبة، ما شكلتهمش باش تقدمني البلاصة، حيت كتبتها شوية كتابة ضيقة. نشوفوا أضع علامات في أمام الجملة الصحيحة بحسب النص، على حسب شنو تذكرنا في النص، غندير علامات في الجمل الصحيحة طبعاً. ياك صنع سعدان طائرة حقيقية؟ لا، إذا ما عندوش عاد قدامها علامة، ما صنعوش طائرة وها كيحلم بها، كان سعدان يحلم، نعم، ديروا العلامة. قصة سعدان خيالية، نعم. استراح سعدان في الداخلة، نعم، في الحلمة، ماشي في الصح، في الحلمة استراح في الداخلة، إذا هذه اللي خطأ بأنها ماشي طائرة حقيقية. نمروا نحلل، نشوفوا السؤال 6 شنو مطلوب منا، تابعوا مزيان. قال لك أضع علامة في أمام المدن التي حلقت فوقها طائرة سعدان. إذا واش وجدة؟ لا، هذه وجدة عاد كان باغي يمشي لها، الحسيمة لا، طنجة لا، الرباط نعم، فاس لا، لأنه عاد كان ناوي يمشي لها، العيون نعم، الداخلة نعم، مراكش نعم، صحيح. إذا العيون الداخلة مراكش الرباط، زارهم وجدة وفاس والحسيمة وطنجة لا. ندوزو التمرين رقم 7، نشوف شنو مطلوب منا. تمرين رقم 7 يقول، قال لك ألاحظوا الأسلوب وأنسجوا على غراره، يعني هذا الأسلوب هذا اللي عندنا نديرو بحاله، ليتني أستطيع أن أحلق في الجو، يعني تمنى أنت شي حاجة عاود بنفس الطريقة، شنو نقدروا نقولوا؟ تقدر تقول ليتني يا ربي، ليتني ننجح، ليتني أستطيع أن أنجح.
شي واحد كيسوق مول مجتهد راه في راسو ناجح، شي واحد كيسوق كيوصل للنجاح. ليتني استطيع ان انجح. واضح. ندوزو للتمرين الثامن، شوف شنو مطلوب منا. التمرين الثامن ارتب الاحداث التاليه بحسب النص، يعني عندي الارقام 1 2 3 4 على حسب الترتيب ديال ديك الاحداث اللي كاينه في النص. نقراو الاحداث. صنع طائره في نومه وحلق بها، ياك. ثم ايقظت الريح سعدان من نومه، هذه في الاخر كاع. تمنى سعدان ان يطوف حول العالم، هذه في الاول فاش بقى كيقول اتمنى ان ليتني استطيع ان احلق في الجو، هذه في الاول. شاهد مدنا مغربيه عديده، هذه في الوسط، مش شاف مدن بزاف في المغرب. اذا الاولى هي هذه، تمنى يبدا بالنيه عاد نوى من دين وا شنو دار بقى كيفكر بها بزاف. تصدقات جاتو في الحلمه في الليل فاش كان ناعس، جاتو في الحلمه وحلم راسو راه كيصاوب طائره. بعد ما كتبقى تحلم تفكر شي حاجه النهار كامل كتحلم بها. انا في الصور الحلمه اللي كانت كتجيني كنبقى نفكر في الفلوس بزاف بزاف بزاف، حتى كنحلم راسي كاين شي خمسه ديال الفلوس هكذا. هذا بقى كيفكر خصو يطير خصو يطير، تفكر انه لا غادي يصاوب طياره وغادي يطير بها. اذا الثانيه هي هذه جوج، الثالثه هي شهاده فاش صاوب الطياره بقى كيتسالى مشى الرباط والدار البيضاء مراكش، وفي الاخر فيقاته الريح قالت له نوض بدا لك كتحلم. هذه هي الرابعة الأخيرة. ندوزو للأخير كاع، ياك أنتجو، أستعين بأحداث النص وألخصه. هنا أبحث عن صور مدن أو مآثر مغربية وأعلق عليها. الأحداث ديال النص راها معروفة، سعدان كان واحد الخير ذكي بزاف، كان كيقرا الصحف وقرا الجرائد، وواحد المرة قرا بأن الإنسان مشى للفضاء ودار حول الارض، قال علاش لي ما نطيرش حتى انايا بصح نقدر نطير، وقال علاش ما نصنعش شي طائره ندور بها العالم كامل. هو فاش نعس تخيل راسو راه يحلم بانه كيصاوب طائره وبانها راه دورها الموتور غادي كيتسارع. حتى فيقاتو في الاخر ديك الريح اللي جات حركت الاغصان ديال الاشجار فاستيقظ من نومه. هنا غتقرا شي صوره ديال شي مدينه ديال اما مثلا صنعة حسان في الرباط وتبدا تهضر عليها، او تهضر الجامع الكتبيه بمراكش، تهضر جامعة القرويين بفاس، تهضر مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، تهضر على مثلا مغاره هرقل في طنجه. يعني كاين مجموعه من المآثر التاريخيه في المغرب اللي تقدر تتكلم عليها. انتهى. هذه صفحه 202 كلها.